السلام عليكم. اليوم مع وصفة مواليدكم بهاد لي ميني تارت محشيين بلا غاناش وشوكولا، يعني راهم يتباعوا بزاف في المحلات خاصة اللي عند اللي يبيعوا الشاي. حنا درناهم هكذا صغار بزاف شابين، ما مديرينهم في الصهر تاع رمضان، يجوك ضياف هكذا صغار يجوا بزاف هايلين. ها هما معنا، اذا راح نشوفوا كيفاش جهزنا هاد الحلوة تاع نهار اليوم. ما عليكم غير تبعوا لا فيديو للاخر تكتشفوا الوصفة كيفاش حضرت هاد لي ميني تارت بلا غاناش وشوكولا. اول حاجه نبدا بها راح نبداو بلا غاناش وشوكولا. لا غاناش واش عندي؟ عندي هنايا 200 مليلتر ولا 200 غرام نتاع لا كريم فريش. المهم كريم فريش الخاصه بالحلويات تصيبي فيها دائما 35% ماده دسمه، 35%. اذا كانت تقل ما تستعمليهاش. راح نحتاج معها 200 غرام نتاع الشوكولا بالحليب ولا شوكولا سوداء كيما حبيتي. انا اليوم راح ندير شوكولا بالحليب، اذا 200 غرام 200 غرام كيف كيف. اول حاجه نبدا بها راح ندير لا كريم فريش، نديرها في الكسرونه تسخن، ندير الكميه كلها نحتاجو 200 ملي ولا 200 غرام، ونديرها تسخن حتى تسخن مليح مليح. وبالنسبه للشوكولا نحتاجو 200 غرام، العلبة فيها 240، أنا نحي غير 200 غرام. إذا 200 غرام راح تكون لهنا لهنا. إذا هاد الزوج مانيش رايحة نستعملهم. ودائما الشوكولا نقطعها قطع صغيرة هكدا باش نسهل الخدمة تاعنا. إذا ها هي معنا، بعد ما قطعتها قطع صغيرة نزيد عليها هاديك لاكريم فريش اللي سخنتها. وكي تكوني تسخني فيها لازم تخلطيها مليح مليح، يعني ماشي ديريها وتخليها ونبقى نخلط هذيك الشوكولا مع لا كريم فريش حتى تدوبلي هذيك الشوكولا تماما. اذا نبقى نخلط حتى تدوب، يعني هنا ما نحبسوش كامل التخلاط. بعد ما كملت وخلطتها مليح ندير لها كيس بلاستيكي اللي لامس السطح نتاع هاد لا غاناش، يعني في الاول تكون جاريه، ونحطها في الفريجيدار. شحال نخليها في الفريجيدار؟ اقل شيء اقل شيء ربع سوايع، ولا كنتي مزروبه ديريها في الكونجيلاتور مده ساعتين. اذا راح نديرها في الفريجيدار تبرد مثلا، راح ديريها خدمي الصباح لاكاناش تاعك والحشيه ديري غير المونتاج. بالنسبه لي فون دو تارت واش ندير؟ عندي هنا 125 غرام مارغارين طريه، زوج مغارف كبار تاع السكر غلاس اللي رايحه ندير لهم بيضه كامله، نزيد عليهم هكداك زوج مغارف كبار نتاع الزيت. انا دائما العجينه نتاع الصابلي ولا ندلها نحب ندلها مغرف ولا زوج نتاع الزيت، مغرفه صغيره نتاع لافاني. نخلط كلشي مع بعض حتى ينسجموا لنا. من بعد ندير شويه نتاع فرينه، يعني درتها على السريع، رشه نتاع خميره الحلوه هكداك، واحد نص مغرفه صغيره نتاع خميره نتاع الحلوه، ولموا العجينه تاعنا حتى نتحصلوا على العجينه اللي تكون طريه وما تلصقش في اليد، والعجينه نلموها غير بصبعنا. اذا هاي العجينه تحصلت عليها طريه ما تلصقش في اليد، راح نستعمل هاد لي مول معبرين، ماشي كمار بزاف وماشي صغار. نحكم كميه تاع العجين دائما بالطريقه اللي سهله، ندير كميه اللي تكفيني، نخرجها للبرا، ما نديروهاش خشينه بزاف وما نديروهاش رقيقه هكذا. نحي هذوك الاطراف هكذا بيدي ولا بالموس، وهي الحبه واجده معنا. اذا هاي الكميه اللي دارتها لي 18 حبه. من بعد كل حبه ندلها هكذا تقب بالفرشيطه وندخل من الفرن على 170 حتى 180 درجه حتى يطيبوا، ونحبهم محمرين شويه باش يجونا بنان، ونعاود نرجع لكم. بعد ما طابوا لي فون دو تارت هما معنا، شوفوا كيفاش حمرتهم، حمروهم هكذا يجونا بنان. ها هما معنا، دوك نكملوا الكريمه اللي نحشو بها. اذا هاي الكريمه بعد ما بردت انا خليتها هكذاك واحد ربع سوايع وهي في الفريجيدار. دوك واش ندير؟ رايحه نخلطها بالباتور باش تطلع عندنا شويه وتطرى. اذا بسم الله اذا ها هي الكريمه اللي تحصلنا عليها، ولات خفيفه وطلعت، لكن ما نخلطوهاش فوق اللازم حتى يعني رايحه تتقطع عندنا، نخلطوها شوفوها طلعت حبست
دوك واش ندير؟ راح نعمرها هكذا في لابوش وندوي باش نعمرو لي فون دو تارت تاعنا. ونبدا نعمر في لي فون دو تارت تاعنا بسم الله بالطريقة. اذا هنا مثلا درنا شوكولا بالحليب، الا درتي شوكولا سوداء راح تجينا فونسي. هذه هي الكميه اللي عمرتها لي. من بعد انا حبيت نزينها بشويه نتاع عندي حبيبات هكا في الشوكولا، ندير غير شويه هكذا في الوسط للتزيين فقط. ولي تاخت تاعنا راهم واجدين، واللي بقاو لي بلا تعمر ها هما معنا، بقاو لي حبات بلا تعمر. واش ندير؟ نخبيهم في المجمد، وقت اللي حبيت ندير دي تاخت نجبد ونعمر يكونوا واجدين معنا. الوصفه تاع نهار اليوم هي معنا واجده. بعد ما عمرتهم شوفوا لي جو تحفه. كما سبق وذكرت الحبات اللي بقاو لي فارغين نديرهم في الفريجيدار في الكونجيلاتور. نهار نحب دي ميني تارت نعمرهم بكريم باتيسيير ولا نعمرهم بكريم الليمون كيما حبيت، ولا بلا غناش وشوكولا. ها هي معنا جو تحفه. راح نقسم لكم حبه باش نشوفوها عن قرب كيفاش جاتنا. اذا ها هي معنا راح نقسمها. هنا العجينه تاعنا راهي جديده راح تكون مقرمشه. اذا بسم الله احنا ماذا بينا نخلوها تبرد لاكاناش باش تعاود تشد روحها وتجينا كيما لاموس. اذا بسم الله تحفه القرمشه تاع لي بسكوي، الخفه تاع الكريمه تاعنا ها هي. نتمنى انكم تجربوا الوصفه، متاكده انها راح تنال اعجابكم. والى الملتقى ان شاء الله مع وصفه جديده. وإلى اللقاء.